كانت 32% ازدياد بالنسبة للسنة الماضية، اللي عندنا 23 مليار دينار. زيادة النسبة 32% وبقيمة مالية قدرت ب 24 مليار دينار من الدخل العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وذلك بعد التسهيلات والتحفيزات التي قدمها الصندوق لفائدة زبائنه. الشهرين الأولين هادو تاع جانفي وفيفري كي نقارنوهم مع جانفي فيفري تاع السنة الماضية، عندنا ارتفاع بالنسبة للمداخل ب 32%، وهذه باقيين يعني في القفزة الكمية والنوعية. ترى ما كي تشوفوا باللي السنة الماضية كانت عندنا يعني لا لوا دو فينونس كومبليمونتير، القانون المالي التكميلي اللي مد التسهيلات واللي مد الدفع، مد الدفع حقيقي يعني بالنسبة لنا، قلنا ممكن تولي نوعا ما تحبس، ولكن لا، الناس باقيين يجيو، باقيين يدفعوا، باقيين يجيو. 24 مليار دينار، 2400 مليار دو سنتيم، يعني في ظرف شهرين وما زالت السنة. كما أقر صندوق الضمان الاجتماعي جملة من التدابير الجديدة والمتمثلة في إقرار تخفيضات على عقوبة الغرامة بالنسبة للمتأخرين عن دفع اشتراكاتهم في الآجال المحددة. ما نعرفوا باللي الناس عندهم حتى شهر جوان بالنسبة لكل غير أجراء بيقدموا الاشتراكات، وبالنسبة للفلاحين عندهم حتى شهر سبتمبر يعني بيقدموا الاشتراكات بدون ما تكون عندهم ضريبة تأخر. هذا وأطلق صندوق الضمان الاجتماعي حملة توعية في المدن والقرى تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاشتراك في الصندوق لضمان مستقبل العامل وعائلته.